الكابتن الخطيب، الكابتن الخطيب يا جماعه بصحته، بتحمله على نفسه، بانه عاش كل التفاصيل صغيره وكبيره، مش بس على كره القدم ولا النشاط الرياضي فقط، واصلاح المواسم السابقه التي لم تكن على احسن حال في كل الالعاب، ولكن على المجالات الانشائيه وافتتاحات الفروع والتفكير في ترفيه الاعضاء، يعمل لك مصايف شكلها عامله ازاي والناس مبسوطه وسعيده. كمان انك انت ماشي باذن الله تسمع خبر قريب بعد افتتاح فرع التجمع، هتسمع خبر ينتظره ملايين الاهلاويه. شغل 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 الاستاد بقى باذن الله يتحقق هذا الامر على ايد هذا الرجل، لانه يستحق ان يكون هو وضع حجر اساسه وضع ان شاء الله، وضع الخطوه الاولى في التنفيذ ان شاء الله. هو طبعا مجهود مجالس سابقه كثيره، ولكن الخطيب يستحق ان يحظى بهذه اللحظه، ونحن معه.